تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج الكبير عاطف الطيب الذي ولد في 26 من ديسمبر عام 1947 ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1995. قدم للسينما عددا من الأفلام التي تعد خالدة في الذاكرة. أنا فعلا جاي لوحدي. سلم نفسك يا منتصر، المرة دي مش هتقدر تهرب، وحنقبض عليك. ما هتقعدي تقعدي من ايه؟ انا ما تقعدي من ماشي خلاص يا منتصر، دي اخر مرة هتشوفنا فيها. بعد رجالتك يا فؤاد، محدش يقرب منه. سلم نفسك يا منتصر. يا فؤاد، أخرج عاطف الطيب وهو أحد التلاميذ النجباء في مدرسة الواقعية بمصر وخلال رحلته الفنية القصيرة التي امتدت ل15 عاما ما يقرب من 21 فيلما سينمائيا، كان من أشهرها الهروب، سواء الأوتوبيس. قلت لك 1000 مرة ما تعمليش الأوضة. الزينات ودفنت، ما خليتش حاجة أفرح بيها. إيه رايده تاني؟ ما تغيبيش عن نظري وخلوا داني كويايا وانزرع به. انا مش قله تشرب منها وقت ما انت عايز، بزياده اني شايلك على كفوف الراحه. من حق انزل تحت ما دام مقضيه لك طلباتك، ولا انت العمل الطيب زي العمل السوء عندك؟ ليرحل عن عالمنا مخرج الواقعيه الفنان عاطف الطيب في عام 1995 بعدما ترك بصمه لا تنسى في تاريخ السينما المصريه.